موضوع حلقة النهاردة يا جماعة عن مواعيد العمل. مواعيد العمل بتبدأ من الساعة كام وبتنتهي الساعة كام؟ هل انت بتشتغل شفتات؟ هل انت بتشتغل بالمواعيد؟ هل بتشتغل بالساعة؟ هل بتشتغل بالطريحة كده؟ كل الحاجات دي هحاول ان انا اتكلم عنها، ولو في حاجة نسيتها وانت عندك معلومة بيها ياريت تقولها لنا في تعليق. ده بالنسبة لموضوع العمل اللي احنا هنتكلم فيه اللي هو الفيديو بتاعنا ده. هوريكم جانب من الزحام في الاعياد قبل برضه ما نبدأ الفيديو بتاعنا. يلا بينا. بص، شايفين الطابور ده قد ايه؟ الناس دول بيحجزوا تذاكر اللي هو القطار، بيسافروا من مدينة لمدينة اخرى. من هنا بيحدد البلان بتاعه اللي هو هيخرج الساعة كام، القطار هيقف فين، هيغير منين، وهكذا. فاهم؟ الحاجات دي كلها بيجيبها من هنا او من هنا. الاثنين زحمة، نفس القصة. اهم حاجة ان انت تقضي الرحلة بتاعتك، وده بيبقى زحمة في الاعياد. دايما المطارات، محطات القطارات، الاوتوبيسات اللي بتسافر من محافظة لمحافظة، من دولة لدولة، دي بتبقى زحمة بهذا الشكل. وصلت يا نيك؟ صباح الفل. في معلومة مهمة جدا في الاول لازم اقول لك عليها. اي حد بيشتغل في المانيا او في اوروبا حتى ما بيدورش على عمل في مدينة اخرى وهو ساكن في مدينة تانية، لا. دايما كل الناس حتى هنا في المانيا بيدوروا على العمل اللي هو بيبقى قريب من البيت. يعني مش قريب من البيت لازق في العمارة بتاعتك، لا، بيبقى قريب مثلا 10 دقايق، تلت ساعة، نص ساعة على اقصى تقدير. لكن اكتر من كده هتقضي في الطريق ساعة رايح وساعة جاي، صعب. فالناس دايما بتدور على الشغل اللي هو بيبقى قريب من البيت بتاعهم، او هم ينقلوا سكنهم قريب من الشغل. بتروح شغلك يا اما بعربيتك يا اما بالمواصلات العامة. والمواصلات العامة هنا يا جماعة الاوتوبيس او الترام او المترو او القطار او بالدراجة بتاعتك. دي المواصلات اللي انت ممكن تروح بيها شغلك. يبقى نقولهم تاني: العجلة، الاوتوبيس، المترو اللي هو الاسبان، او القطار او الاوتوبيس. وما تنساش الموتو، رجل، ممكن برضه تروح شغلك وانت ماشي على رجليك. فهمت يا حبيبي؟ صباح الفل، صباح الفل، صباح الفل. درجة الحرارة النهاردة 10 تحت الصفر، والناس غرقانة هنا لان هم مش متعودين على الطقس ده. يلا بينا عشان احكي لكم حكاية الشغل ومواعيد العمل هنا في المانيا. عشان في حد سألني قال لك خالد اتكلمنا عن مواعيد العمل في المانيا. صباحكم جميل، يلا بينا يا رجالة. النهاردة كمان الدنيا زحمة في محطة القطار الرئيسية في نورنبرغ. زحمة ليه؟ هقول لك الزحمة دي ليه. الزحمة دي عشان في أعياد دلوقتي، الناس بتروح لأصدقائها لقرايبها وبيقضوا أوقات حلوة، وربنا يوسع على الجميع. زي ما انت شايف الناس مستنية مواعيد قطاراتها، وهنا كل الإسبان بيجي على الشاشة دي، والناس منتظرة الميعاد بتاع القطار بتاعها عشان يروحوا رحلتهم. والله يوفقهم ويسعدهم وصباحكم عسل. طبعا المحطة زحمة، المفروض تلاقي المطاعم بالطوابير زي كده. فنيجي على الملحوظ دون نلاقيه بيهوي على بيضاته، وهكذا الكلام. الناس في ألمانيا ما بيرضوش بالظلم على فكرة. اوعى تفتكر ان هو عشان مسيحي ولا حتى يهودي ولا مسلم يرضى بالظلم. مفيش دين بيرضى بالظلم ابدا ابدا. يلا بينا ننزل وهنكمل موضوع العمل ومواعيده داخل المانيا. في ناس بتبقى قلقانه من مواعيد العمل داخل اوروبا. خلينا نتكلم على المانيا. اول حاجه وانت بتعمل العقد بتاعك مع بقى المصنع، مع الشركة، مع المطعم، مع الكوبانية، مع أي حاجة، بيكتب لك فيها مواعيد العمل. مواعيد العمل في بعض الشركات بتبقى مواعيد عملها ثابت، يفتحوا بقى ويرشوا قدام الشركة ويبدأوا يسترزقوا، بيبقى غالبا 8 أو 8:30. ده تقريبا بالنسبة للشركات. المطاعم حسب جو الناس ما بتيجي تشتري، فانت بتروح تحضر الاشياء بتاعتك، السلطه بقى والحاجات بقى الحلوه دي، واخد بالك، والناس بتيجي تبدا تشتري منك. طيب المصانع، الوظائف 8 و8:30،
حسب اتفاقك في عقد العمل. المصانع بقى كام؟ المصانع بتبقى شيفتات. في ناس بتشتغل اللي هي في مواقع البناء، اللي هي الصيانات في الشوارع، في العماير، في البيوت او العماير نفسها من بره. الناس دول او الموقع ده اللي هو موقع البناء بتسمى هنا باللغة الالمانية باوشتيلا، ده انت بتشتغل فيه، ده بيبقى شيفتات. وفي ناس بتشتغل برضه بمواعيد، يعني لازم تكون في العمل الساعة 8 صباحا، تكون في العمل مش على السرير وهتقوم تلبس وتركب عربيتك او تركب مواصلتك، لا. علاوة على الناس اللي هما بيشتغلوا سواقين الاشتراسنبان او الاوبان او الاسبان او السوق اللي هو القطار، الناس دول بيبقوا شيفتات، بس الشيفتات بتاعتهم ما بتبقاش الساعة 8، لان الناس بتصحى هنا من النجمة الساعة 5 الصبح المواصلات بتشتغل، فالناس دول بيبقوا الشيفتات بتاعتهم بتبدأ تقريبا من 4:30 حاجة كده يعني، عشان ياخد الاوتوبيس بتاعه ويبدأ يلف على المحطة، يلم زباين من على المحطة، وعتب عتب عتب عتب. انا رايح الاكاديمية، ادعونا ربنا يوفقنا، هانت وربنا يوفقنا ويوفق الجميع. بص، ولا كأن تلج نزل في المدينة امبارح بالليل، انا نزلت كان التلج يعني مش عاوز اقول لكم خراب، خربانة خربانة زي ما بيقول، ولكن ما شاء الله ناس روقت المدينة، الممرات ورشوا اللي هو الحصى ده على وراه لكم. بص، الحصى ده مهم جدا يترش عشان الناس ما تتزحلقش. يلا بينا، صباح الفل. اتفضلوا شاي. واخدين باوزة دلوقتي، وعاوز اقول لكم على باقي الاشياء بالنسبة لمواعيد العمل. لا تقلق من مواعيد العمل، هنا شيفتات، اما 8 ساعات واما 12 ساعة، حتى اللي هو الميني جوب بيبقى 8 ساعات في اليوم حسب مقدرتك وحسب مقدرة العمل، بيبقى بالاتفاق. لو انت معمول لك في العقد شيفت 8 ساعات ويشغلوك 12 ساعة بيدوك اوفر تايم على عدد الساعات الزيادة، ومبقاش دايما على فكرة، لان انت مصرح لك ان انت تشتغل عدد محدود من الساعات طوال الشهر. نخلص الكورس وبعد كده ننطلق في المدينة بالتلج الخفيف ده. التلج ده مزعج بالنسبة لك؟ لا خالص، بالعكس، معلش السيجارة في بقي ننزلها. لا 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 بالعكس، مش مزعج ولا حاجة. انا زي ما قلت لكم قبل كده ان انا شفت اجواء اكتر من كده واسخن من كده، ما تشوفش فيها الشجر، الشجر ده ما تشوفوش، تلاقيه كله ابيض من غير اوراق ولكنه ابيض زي ده كده. صباح الفل. عاوز برضو اقول لك حاجه على اللي هو التلج ده او الاجواء الساقعه دي. دايما في القرى بيبقى المنظر بالشكل ده، ليه؟ لان مفيش حد بيمر كتير، لكن في المدن تلاقي المنظر كده، في تلج خفيف في الركن هناك اهون، ولكن الممرات هتلاقيها دايما نظيفه، نظيفه عشان الناس نظفوها، الناس رموا حاجات تساعد على ذوبان التلج ده. جو برد ولكن ما تلاقيش تلج في الشوارع، لكن في الاماكن اللي ما بيمشيش فيها حد تلاقي التلج متراكم كده. صباح الفل. لسه مخلص الكورس دلوقتي ورايح مشوار. تقريبا قلت لكم على كل مواعيد العمل ونظام العمل في المانيا حسب اللي هو العقد اللي انت بتعمله في العمل بتاعك، المفروض ان هو بيبقى عمل جديد. ده تقريبا كل المعلومات اللي انا اعرفها وعرفتها من خلال عشتي هنا في المانيا. يبقى في عقد عمل مفتوح، في عقد عمل لسنه، في عقد عمل اللي هو الميني جوب، فهمت؟ في انواع كتير من عقود العمل، انت بقى ابحث يا حبيبي، وما تقلقش على مواعيد العمل، هتتعود على فكره، هتلاقي نفسك بتشتغل شيفت الصبح، شيفت اخر النهار، بس هم شيفتين مفيش غيرهم. صباح الفل. اتمنى الفيديو القصير المكير اللي احنا عملناه يكون افادكم بمعلومه. صباحكم جميل، صباحكم عسل، صباحكم فل، صباحكم كله خير، صباحكم كله رزق. اتمنى لكم يوم سعيد. باي باي، السلام عليكم.